أول مرة يمر العالم كل العالم بأزمة حقيقية تركت وللأسف قد تترك في المستقبل القريب والبعيد العديد من الضحايا والأردن ليس بمنع عن هذه المأساة وها هو الأردن والأردنيون يواجهون وباء الكورونا بما أوتي من شجاعة وتضحية وتضحي وتضامن على كل المستويات وإننا نصلي من أجل أن يرفع الله هذا الداء عن العالم أجمع وبنوع خاص عن الأردن الحبيب فندعو جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الحكومة بدقة من أجل الحفاظ على صحتهم لئلا يصيبنا ما أصاب الكثير من الدول من المآسي والضحايا حفظ الله الأردن